انتبه انتبه أيتها الواعية أختي وأيها الواعي أخي، انتبه لآية عظيمة 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 في القرآن الكريم، هي آية لكل سورة، لكن البعض عمد إلى هذه الآية فمحاها أو أخفاها، وكلاهما ليس محق. هذه آية عظيمة ما وجدت في مكان ولا في فعل ولا في حركة إلا بوركت، وما اشتلت منها إلا خربت. إنها آية البسملة، الله سبحانه وتعالى بدأ فيها جميع السور عدد سورة براءة طبعا. وطبعا هذه السورة الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني، لكن وين آيتها الأولى؟ هي بسم الله الرحمن الرحيم. انظر في القرآن مكتوب عليها رقم واحد، بعدين تتسلسل سبع ست آيات تصير مجموعها سبعة. إذا شليت منها البسملة تصير ستة أخي أختي الواعية، انتبه انتبه انتبه. والبسملة هي لكل افتتاح لعمل ولفعل ولنية، ما وجدت بسملة في شيء إلا بوركت هذا العمل وبورك هذا الفعل وبورك هذا الشخص. فما بالك بآيات القرآن الكريم التي تحمل البركة والنور والاستنارة والوعي أيتها الواعية وأيها الواعي. فلا تكن ممن عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله فزعموا أنها بدعة، إنها آية بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم من أوله إلى آخره، بسم الله من أول حياتي إلى آخرها، بسم الله في حياتي ومماتي، بسم الله الرحمن الرحيم. آية، أول آية في سورة الحمد، سورة المثاني، سورة الفاتحة، فلا تفقدها لتحرم أجرها، ابقها دائما علما في حياتك، في دنياك وفي أخراك، في جميع أعمالك وتصرفاتك وحتى نواياك. بسم الله الرحمن الرحيم.